بالنسبه للحاله الصحيه ديال اللاعبين الحمد لله بون الاغلبيه راه كلهم في صحه جيده. بالنسبه لي بليسي عندنا جوج ديال الغيابات وزينه، كاين اللاعب بالله كما كتعرفوا اللي الاصابه ديالو راه تبعتوها كلكم ديال اوبيل. اي اوبيل راه كما شرنا في الاول كانت عنده اصابه بالغه يعني شي نوعا ما، والحمد لله بون درنا درنا العلاجات الاوليه في الرقعه ديال الملعب، وهذيك العلاجات الاوليه مهمه بزاف كتحميك من 50% ديال لي كومبليكاسيون يعني المضاعفات. ومن بعد درنا له اشعه والفحوصات الدقيقه واكتشف بان عنده دي ليزيون ديال لي ليغامون ديال واحد لا فراكتور ديال في سير في لوس غاديال ديال العظم مع التهابات في المفصل كله. ما عليناش العلاج ديالو، في الاول درنا له القبص لمده ديال جوج الاسابيع راه حيدنا له ثلاث الفايت، ودابا راه داز المرحله ديال الترويض اللي تاهي فيها مرحلتين، فيها لا ريديكاسيون باسيف في لا ريديكاسيون اكتيف. هذا باسيف ثلاثه ديال الاسابيع والاخرى جوج الاسابيع، يعني من هنا لخمسه ديال الاسابيع ان شاء الله حتى لسته ديال الاسابيع راه نشوفوه في الميادين. الاصابه الثانيه هي ديال المالوكي اللي تصاب في المقابله الاخيره بالدوره 23 البطوله مع اسفي بواحد شد عضلي، ما كيستدعيش القلق، عنده اسبوع ديال الراحه زائد العلاج الطبيعي، ومع ذلك راه كلشي بخير وشكرا لكم.